أعاد الفنان المغربي فيصل العزيزي ليثير الجدل من جديد بسبب صوره وإطلالاته التي يتشبه فيها بالنساء، سواء من خلال تقليد حركتهن أو استخدام مساحيق التجميل الخاصة بهن. لكن هذه المرة نشر المغني والممثل المغربي صورة له على موقع الانستغرام يظهر فيها بغطاء للرأس، بغطاء نسائي ونظارات شمسية وشفاه منتفخة بوتوكس، مستعملا فلتر من فلترات تطبيق سناب شات. وبالرغم من نفي عزيزي غير ممرة أن يكون مثلي الجنسية، إلا أن متابعيه ينتقدون ظهوره في كل مرة بشكل يثير الجدل ويطرح أكثر من علامات استفهام حول ميوله الجنسي. وعاب معظم المعلقين على هذه الصورة وعلى الفنان، معتبرين أن فنانا يجمع بين الفن عليه أن يكون قدوة للمجتمع في الأخلاق لمتتبعيه، لا أن يتشبه بالنساء في كل فرصة تتاح له. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.